كنجوم يعني في المجال ومدربين وكل حاجه. كابتن ايمن عبد العزيز قال على مهند لاشين لما اتسال بخصوص ضربه الجزاء، قال ما عنديش وقت ولا رفاهيه علشان اقعد معاه، كل لاعب عنده مشكله نفسيه، انا مدرب مش دكتور نفساني اصلا. راجل في التصريح ده يا كابتن احمد. يعني رايي ان يعني لو انت عندك لعيب وانت راجل مدرب وعندك مشكله نفسيه اي ايا كان، انا اقرب أو واحد، انا اقرب واحد للعيبه، وانا اكتر المدرب اكتر واحد ادي اللعيب ثقه وخلي عنده ثقه كبيره جدا فيا عشان يقدر يعمل لي كل حاجه انا عايزها. مش ده من ضمن ادوار المدرب؟ دي الف ب بره الكوره خالص، يعني الف ب بره الكوره، العلاقات الشخصيه والانسانيه اهم يعني، او بتمثل نسبه كبيره جدا للعيب الكوره ان هو يطلع لك كل اللي عنده في الملعب عشان خاطرك انت بتساعده في حاجات، في امور كتير جدا في حياته. لو اي لعيب محتاج حاجه منك لازم يلاقيك انت اول واحد سبورت ليه يعني. كابتن بشير لو انت عندك لعيب قلقان يشوط بينالتي هتقول انا ماليش دعوه انا مش دكتور نفساني ان شاء الله ما شاط، ولا هتروح تتكلم معاه وتقول له انت لعيب كبير ويعني قلقان ما تقلقش وهتفرتك الشبكه وتبقى كذا، هتعمل ايه؟ هو الوضع مختلف لو انت في الملعب، الوضع مختلف شويه يا كابتن شبان. لا لو انت في الجهاز في الموقف ده في الملعب وحسيت ان في لعيب عنده نوع من القلق، جهاز مدير فني ولا حتى لو مساعد مدرب، هل هتروح تتكلم معاه وتشوف وتحاول ترزع جواه الثقه، ولا هتسيب كده الدنيا؟ اصل ترتب عليه احنا خرجنا يعني شطب وجبل وخرجنا، كان ممكن مهند لاشين يشوط وتيجي واللي بعديه يشوط تضيع واحنا نجيب ونصعد، يعني في الاخر ترتب عليها شيء. انت لو انت مدرب في الملعب هتقول ماليش دعوه؟ هو الاجانب ما بيحبوش كده صراحه، الاجانب ما بيحبوش اي حد يتدخل غير باوردر يعني. هو ده مش اجانب، هو كابتن ايمن دي وجهه نظر، انا مش دكتور نفساني. لا يعني ما قالش ان فيتوريا ما تقال لي مالكش دعوه، تفرق. ممكن يقول فيتوريا طلب مني كذا 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 فانا ما اقدرش اتدخل، ماشي، ابقى انا وجهه نظرك سليمه تمام، بس هو قال انا مش طبيب نفساني، انا مش كل لعيب عنده مشكله نفسيه اروح اتكلم معاه. لا طبعا مش شغلتي. لازم يا كابتن احمد قال كده بالظبط، لا لازم انا اكون يعني اخو اللعيب ده وابوه، اخوه وابوه ودوره في كل حاجه وحل المشاكل بتاعت اللعيبه كلها، اللعيبه بتاعت الرجاله بتاعتي يعني. صح؟ يعني وانت بتلعب مش في وقت من الاوقات جالك اكيد بتبقى قلقان مشكله ليك. طبعا اتكلم معاك مدرب حاول يحلها لك. صح، بيديك حته الثقه يعني لما يكون الثقه هربانه يعني. بس مهند لاشين برده كان تقريبا في بطوله للمنتخب برده نفس القصه، ضربه جزاء مضيعه، فدي كانت مؤثره عليه. ما هو صلاح ضيع البطوله اللي قبلها شاط وجاب يعني. انا بقول لك والسوبر اللي في الامارات ما هو شاط، نهائي افريقيا والسوبر الامارات نهائي افريقيا شاط وجاب، وفي تصفيات كاس العالم شاط وضيع. السوبر الامارات قبل المنتخب. طب هو سؤال، لو جبل شاط وجاب والتاني شاط وجاب، ما هو يبقى الدور على مهند برده هيشوط؟ هو مش هيشوط بيرحله عادي مفيش مشكله. لكن هو ما رحلوش، هو كان خلاص اخر واحد. ما انت بتقول لو ده شاط وجاب وده شاط وجاب هيبقى فاضل هو مهند. طيب هيشوط. ايوه هيشوط. لكن هي القصه كلها انا بتكلم في مبدا لا مبدا المفروض. لا طبعا لازم نتكلم المدرب. هو تصريحات كابتن ايمن مال. لا هي خد بالك كابتن ايمن كادر تدريبي. يعني اذا كانت مفاهيمك كده يبقى انت ما تنفعش. لا 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 هي تصريحات صادمه طبعا، تصريح صدمه يعني. انا كابتن ايمن احترف بره وتعايش وعايش. انا استغربه جدا. الاصل انت في الظروف زي دي ابعد، ما تتكلمش، ما تطلعش تتكلم. انت في بعد خروج من البطوله او الكلام ده، الصح ان انت ايه تهدى، ما تطلعش. انت عندك شحنات وفتره ضغوط، واللي يقول لك ليه دول واللي ماليش دول، ما تطلعش. ما تطلعش في الميديا دلوقتي، احسن حاجه انك ما تطلعش لما تهدى. دي نمره واحد. طلعت بقى لازم تبقى كل كلمه محسوبه. ده مش دي بس، ده انت ما ينفعش تقول التكتيك 10%، ده تصريح كارثه. انت كده بتقول ان يعني مفيش حاجه اسمها مدرب. ده مش دي بس يعني، دي اخد ودي معاك فيها في الكلام اللي ضرب الجزاء. طب هو حتى انا لو قلت له وهديته برده هيخش ويضيعها، ماشي. لكن انا هروح اضربه دي ما هو، ما انا بقول لك واضح من الالفاظ ان هو في عصبيه في الكلام. فعصبيه دي ناتجه عن ايه؟ عن الخروج من البطوله، عن عدم تكمال المشوار، عن الضغوط اللي عليه، عن هو التصريح اتاخد برضه عشان نبقى حاطين الظروف. لا انا قصدي التصريح اتاخد منه وهو السؤال بيسئل بطريقه مش احسن حاجه الصراحه. طيب ما انا قلت انا بكلمه. لا 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 هو يمتلك من الخبرات. طبعا ما انا قصدي كابتن، انا فاهم. ما هو دلوقتي ممكن الكابتن شبان يسالني اقول له لا مش هجاوب، مش حتى مش لو حتى لو هجاوب بطريقه واحد كل واحد كل واحد. لا ده ما انا بقول كده كابتن، طريقته وعصبيته وهدوءه، نجم محترف وبتاع. فانا ايه، انا ما بقولش ان صح، انا بقول لك اللي عايز يطرح ويطلع مشاكل هيطلع مشاكل، اللي عايز يطرح
السؤال بطريقه حلوه لا. وهيخليك ترد حلو هترد هو لا هو كان المفروض يهدى زي ما الكابتن قال كده في الوقت خالص خالص لكن انا اتسالت اجاوب بهدوء خالص وما اخشش في مناطق انها هتجيب لي مشاكل مع خالص احترامي اسال ماشي براحتك لكن انا اجاوب الاجابه الصح ان ما تاخدش عليا انا بقول ضايق كابتن ايمن في حاجات فيها واضح ان عليه ضغوط جامده جدا 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 طبعا نتعرض لضغوط ما بعدها ضغوط لكن انت من عندك من الخبرات انك ما تخشش حتى لو في فخ ما تخشش في الفخ ده يعني خالص يعني انا مستغرب انا كمان من التصريحات دي بصراحه عموما اتحاد الكوره دلوقتي تصريحات عن مصادر في اتحاد الكوره ان الحمد لله القعده اصفرت مع فيتوريا يعني نجاح شديد جدا ان هم وصلوا لاتفاق ياخدوا 3 شهور ما هو المفروض ايه طب مش المفروض ايه مش المفروض ياخد 3 شهور بس هو بس هو كده خد فبراير يعني هو يعني كمان لا كده ما خدش فبراير بقى يا باشا خد الثلاث شهور شرط الجزائي ما حدش جاب سيره المرتب ده هو الراجل راح يثبت هو اصلا هياخد 3 شهور غصب عن اي حد ماشي في العقد ما ده العقد انا يوم 29 ابعت له اختار ايوه مشارط الجزائي 3 اشهر وكده كده هياخده طيب يعني او كلمه اتفاق تعني ايه خليتهم 2 اتفقت بقى كده هندلت الاتفاق انما لما انت تقول اتفاق على اللي موجود في العقد انت اللي انت هتقوله أيوه. دلوقتي انت عايز تقول لنا اللي هو هياخده اجباري ما هياخده ما ايوه هو ممكن بس كلمه اتفاق يعني ايه يا كابتن ماشي ما هو الاتفاق ده انا بقوله قصدي على الشهر فبراير هياخده اجباري ما هو راح يثبت هو اصلا رايح عشان الشهر مش عشان الثلاث شهور هو ما اشتغلوش لا أيوة بس ما تدلغش هو بدأ الكلام ايه انا مدرب منتخب مصر ما جاليش اي اختار هو اشتغلوا ازاي يا كابتن ما فيش تمرين ولا هو ما دام انت ما اخترتوش يبقى شغال يبقى بالزبط. موجود ده عشان كده قصدي بقول لك ان يوم 29 بعت له اختار رسمي ان هو العلاقه انتهت وفق الشرط الجزائي رقم كذا البند كذا في العقد كذا وهنحول لك الفلوس على البنك وشكرا بنحسب 8 ايام كام لا بتحسب شهر يا كوتش شهر بقى 8 ايام وفي مبلغ برضه كوتش فانا مستغرب ال أقول لك توصلنا لاتفاق مع ريو فيتوريا بتقسيط قيمة الشرط الجزائي المقدر بثلاث شهور من عقد 600,000 يورو بعدما رفض تخفيضه بشكل قاطع المدرب يطير للبرتغال ويعود إلى مصر لإنهاء كافة الإجراءات. طب يرجع ليه؟ لا يعني أنا مش فاهم إنه يرجع ليه يا كابتن؟ هو مش المفروض خلاص اتفقوا دي فلوس بتتحول يعني مش محتاجة مش هيجي ياخد الفلوس في إيده. في بعض الحاجات المتعلقات الشخصية مش فاهم جاي نيها تقريبا يعني. هما الاحسن للناس دي خلاص ما عادش يكلموا في الموضوع خلاص يقفلوا صفحه واتقفلت ما يفتحوش عليهم تاني ابواب جهنم يعني لا هو الاحسن المشكله مش هم اللي بيفتحوا هم خلاص بقى